حية أقل من الثعبان. وكانت عند الشجرة وعند الصحراء حية. هو خف الموقفين. عند الشجرة وعند الصحراء خاف. لكن عند العزم. لكن عند فرعون ما خفش. ليه؟ مع إن الثعبان أقوى من الحية. ليه؟ قال له لأن هو عند الصحراء عند الشجرة شاف الفكر. خذها ولا تخف. فأما يبقى عندك علم بالشيء. لما رآها تهتز كأنها جان. أيوه. ولا مدبرا ولم يعقب. أيوه ما هي. ولا يعني تلعب أي واحد دي. أيوه ليه؟ لأنه كان لسه ما يعرفش. نعم. لكن لما قال له خذها ولا تخف خذ العصا رجعت عصا. نعم. نعم. فخذها. يبقى هو خد فكرة عن الموضوع قبل ما يروح عند فرعون. الله. فالمفاجأة غير تدريب. أيوة. لذلك يعني اسمه ده لما قال يعني مش عايزين نروح للكلام الوسط لما قال الموضوع ده أصعب حدث شفته في حياتي بس لم يخفني. يعني معناه أنك كان عندك علم بيه. كويس. هنا عند الصحراء خاف. ليه؟ لأن فكر إنها من نفس معجزته. الله. يبقوا هم أنبياء بقى. الله. قالوا لا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله. تأييد. أيوه. تأييد يا مولانا. وألق ما في يمينك تلقف. تلقف. في قراءة تلقف. تلقف في تلقف. أي ما صنعوا بالتجريد والزيادة. الله الله. تلقف ما صنعوا. الله. ففي فرق بين الصنعة. ولذلك قال دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله. اللي صنعوا الطوب. الله. واللي يعرشوا اللي هو جريد النخل. نعم يا سيدي. طيب. نستأذنك بالمرة بذلك القادر. الله. السامع للنشر. واتبعوا ما تتلو بالمرة. ما خليها بعدين. بعدين بس. شكرا. النشر.